لنفرض أن معك نصف مليار دولار، ما الذي ستشتريه بها؟ قصر، يخت فاخرا، طائرة كبيرة خاصة، ربما طائرة حربية، لما لا؟ لكن المشتري في هذا المزاد، سأضغط على هذا الزر، انظروا ماذا يقولون هنا. لكن هناك كان مزاد في صالة كريستيز بن يوليور، أننا حققنا هذا السعر. ما له على أي من هذه الأشياء التي ذكرناها قبل قليل؟ إنما على لوحة. هذه اللوحة، هذه هي اللوحة. أين أنت أيتها اللوحة؟ اللوحة هنا، لوحة لا تبدو هنا كبيرة، لكنها بطول 65 سنتيمتر وعرض 45. لوحة سلفاتور ميندي، أو مخلص العالم للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي، التي أصبحت العمل الفني الأغلى على الإطلاق بعد بيعها ب 450 مليون دولار. اللوحة طبعا تظهر المسيح وهو يرفع يده اليمنى بكل راحة. هذه علامة المباركة، وفي يده اليسرى هنا كرة زجاجية، الكرة الزجاجية التي ترمز إلى العالم. عادة ما يعلوها صليب، لا يوجد صليب هنا في هذه اللوحة. كل أعمال دافنشي تمتلكها المتاحف إلا هذه اللوحة، فقد رسمت منذ قرابة 500 عام. كانت اللوحة ضمن المجموعة الفنية المملوكة لتشارلز الأول ملك إنجلترا في القرن 17، ثم اختفت وعيد اكتشافها في عام 2005. دافنشي كان من بين أهم الفنانين في أوروبا في عصر النهضة، توفي عام 1915. هذه هي صورته أو رسم لوجهه. لم يعثر إلا على 20 لوحة من مقتنياته. إذن دعونا نستمع لما قاله الخبير الفني، وهو أليكس روتر، رئيس قسم الفن المعاصر في مزاد كريستي، بعد أن جنت القطعة 4 أضعاف هذا الرقم. شعور مرض جدا أننا حققنا هذا السعر. إنه أمر جيد بالنسبة لنا وللجميع، لكنه أمر رائع لأنه يبرر أن دافنشي كان أعظم عظماء الفن، ولديه الآن الرقم القياسي في المزادات. على الرغم من إصرار كريستيز على أن اللوحة هي أصلية، ووصفها بأنها أعظم إعادة اكتشاف لقطعة فنية في القرن العشرين، إلا أن بعض النقاد يشككون في صحة نسب اللوحة إلى دافنشي، لا سيما وأنها تعرضت لعمليات ترميم. الناقد الفني الأمريكي جيري سالدز يقول: أي هاو من هواة اقتناء التحف اشتراها ليعرضها في شقته أو ليخبئها في مستودعه فليهنأ بها، لا تستحق ثمنها. يظن أن هذه اللوحة ليست أصلية. لوحة سلفاتور ميندي سجلت رقما قياسيا جديدا لأغلى عمل فني في العالم، فكيف تقارن بالأعمال الفنية التي تخطتها؟